مسابقات هذا اليوم وتحدياته المميزة والرائعة في سن الحجائج نجوم المستقبل. نسير مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات أيضا. مع أشواط هذا الصباح مباشرة نسير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول والصدارة الأولى. ما شاء الله على هذا الاندفاع القوي وتحدي الجميل للغاية، حيث أجد هنا اللي هي أيضا لسليم بن سالم بن علي الغيلاني يقدم لنا ذاريات هي في الصدارة في المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز من خلال هذه المنافسة على ثاني المراكز حربة سيف بن عبد الله بن سيف الشافعي وصل وقدم لنا حربة على المركز الثاني، بينما قرار راشد بن سعيد بن محمد الزعابي خذ المركز الثالث ليقدم لنا قرار المركز الرابع. وصلت في هذه اللحظات في رابع المراكز هملولة سلطان بن محسن بن فري العامري يقدم لنا هملولة في المركز الرابع. المركز الخامس حضور حمد بن حياب بن مطر بن سعيد بن حاذ الاكتبي يقدم لنا هذا الحضور الجميل والرائع، بينما الوصول من وعد راشد بن سليمي بن سالم بن سليمي العامري وصل في هذه اللحظات، وهذه هي ايضا العامريه فري بن سالم بن يحيى المحرمي يقدم لنا هذا الاسم. وصلت في هذه اللحظات الفائزه محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم المجازف ليقدم لنا الفائزه في هذا الشوط. وهذه التحديات الجميله الرائعه، هناك الظبي سعيد بن بطي بخلفان المنصوري بالحديلي وصل ابناء ميدان العبور قادمين ايضا المشاركة في هذا الصباح الجميل وفي هذا اليوم المميز والرائع. ما شاء الله هناك مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، هكذا النتيجة، ولكن نعود الى صدارة، نعود الى مقدمة الشوط، الى المركز الاول، الى المقدمة ذاريات سليم بن سالم بن علي الغيلاني، بينما هناك وعد راشد بن سليمي وصلت في هذه اللحظات، تقدمت في هذه اللحظات، وهذه 78 اللي وصلت العامريه فري بن سالم بن يحيى بن سالم المحرمي على المركز الثاني يقدم لنا هذا الاسم. والوصول الاخر هناك مشاهدين الاعزاء من خلال قرار راشد بن سعيد بن محمد الزعابي وصل الفائز محمد العتيق بن زيتون يقدم لنا هذا الاسم. والوصول الاخر من خلال ايضا ميلان خليفه بن هويدن بن بخيت المهري وصلوا اهالي شليم ليتقدمون من خلال هذه المنافسة، ولكن الصدارة المركز الأول المقدمة الأولى من خلال هذه المنافسة والتحدي المثير الرائع والجميل. هذه اللي في المركز الاول، ولكن ارصد القادم، ارصد القادم، وصلت التماس سعيد بن راشد بن مسلم العمري وصل ابو عمر، وصل ابو عمر، ولكن هنا ايضا العامريه فري بن سالم بن يحيى المحرمي على الصداره، المحرمي على المركز الاول، بينما هناك الوصول من التماس سعيد بن راشد بن مسلم العمري غير، العمري غير، ولد السهران راح الى المقدمه الاولى الى المركز الاول. ما شاء الله وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هذه ملوح سلطان بن عيسى ابو فنوشه المنصوري وصل، وصل المنصوري، ولكن هنا الصداره مع التماس سعيد بن راشد بن مسلم العمري، سلام سلام بديه، سلام سلام ابو عمر، سلام على هذا الفوز. ما شاء الله تبارك الله، جوله الاوامر، الانطلاق السريع، النهايه الجنونيه، سلام 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 سلام، شكرا ابو عمر باسم الجمهور. المركز الثاني هناك وصلت اللي هي ملوح سلطان بن عيسى ابو فنوش المنصوري، المركز الثالث الوصول في ثالث المراكز مذخوره عبد الله بن علي بن سعيد الصلف النعيمي، المركز الرابع، المركز الرابع وصول من ميلان خليفه بن هويدن بن خيت المهري، المركز الخامس ايضا وصلت المركز الخامس. هذا كان دخول العامريه فري بن سالم بن يحيى بن سالم المحرمي. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، نعود بالتوقيت الزمني ولحظات الاعاده، العمري ولد السهران ابو عمر
يقدم نوعيات فريدة وجميلة للغاية، نهاية ولا أروع للأمانة، نهاية جنونية بأربع دقائق 23 ثانية، ثمان أجزاء من ثانية. تهانينا لسعيد بن راشد بن مسلم العمري على فوز أيضا بالمركز الأول من خلال التباس. تهانينا والناموس، سلام بدية سلام. المركز الثاني أربع دقائق 26 ثانية وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على فوز المركز الثاني من خلال تواجد سلطان بن عيسى أبو فنوشة المنصوري محلل القدير مع ملوح. المركز الثالث كان الوصول مذخورة عبد الله بن علي بن سعيد بالصلف النعيمي بأربع دقائق 26 ثانية وسبع أجزاء من الثانية، بينما المركز الرابع وصول بأربع دقائق 27 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية هي من وصلت اللي هي ميلان خليفة بن هويدن بن رخيت المهري. والمركز الخامس أربع دقائق 28 ثانية وجزئين من الثانية، المركز اللي هي العامرية فري بن سالم بن يحيى المحرمي. هكذا كانت النتيجة وكانت التماس بن راشد بن مسلم العمري ولد السهران أهدى أبناء السلطنة هذا الفوز وأبناء بدية أبناء الرمال الذهبية هذا الانتصار الجميل. حينما طلب جولة الأوامر في منطقة الثيل انطلقت كالسهم لتعانق خط النهاية معلنة هذا الفوز. سلام أبو عمر سلام. هكذا مشاهدين الأعزاء أشواطنا متواصلة، مذكرين بانطلاقة الفترة المسائية، مذكرين بتسعيرة هجن الرياسة في تمام الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم. سوف تكون هناك انطلاقة أيضا تسعيرة هجن الرياسة لسن الحجاج الموعد في تمام الساعة الرابعة من أيضا مساء هذا اليوم.